السلام عليكم، مرحبا مرحبا بكم. لدينا هذه ال جي يعني تشتغل ولكن لا توجد الإضاءة، سوف أقوم بتوصيلها بالكهرباء. هاي اللمبة يعني شغالة، ترموش حتى تشتغل، يعني الآن شغالة ولكن لا توجد الصورة. سوف نقوم إن شاء الله بفتح التلفاز ونقوم بإصلاح المشكل بإذن الله. دائما شروحاتنا مع بي سي بي واي. موضوعنا اليوم نموذج ثنائي الفيني المتعدد الكولور بطريقة سهلة، يعني في هذا المكان يوجد يعني طريقات استخدام مركبات ثنائي الفيني المتعدد الكولور. يعني هنا يوجد جميع المعلومات، يمكننا أن نتصفح هنا ونرى يعني طريقة تصنيع طريقة عمل هذا الشركة أو الموقع. يعني هنا يوجد المراحل التي تمر بها يعني جميع الأشياء التي يستعملونها هذا كل شيء. الآن تم فتح التلفاز، ما سوف نقوم به هو قياس فولت الخاص بالليدات، يعني الفولت الذي يتغذى به الليدات يوجد هنا، يعني سوف نقوم بقياسه. سوف نضع هذا في أرضي يعني في أي مكان ونقوم بالقياس هنا. يعني الفولت الخاص بتغذية الليدات يعني موجود، يعني لدينا المشكل في الليدات. سوف أقوم يعني بفتح التلفاز لكي أصل إلى الليدات ونرى إن شاء الله. يعني بعدما قمت بنزع الشاشة ونزع الغطاء، سوف نتوصل الآن إلى مكان الليدات. سوف أنزع هذا الغطاء، بسم الله. هي الليدات، الآن توصلنا إلى الليدات. سوف أقوم بقياس يعني مسطرة ثم المسطرة ثم مسطرة أخرى. الآن سوف أقوم بفحص الليدات على هذا الشكل. كما تلاحظون يعني هذه المسطرة شغالة ولكن هذا الليد محترق. سوف أريكم. هنا الليد محترق يعني لا يشتغل، يعني كما تلاحظون يعني لا يشتغل هذا الليد. يعني سوف أقوم بتغيير هذا المسطرة. سوف نرى المسطرة الثانية، هذه شغالة كلها يعني لا يوجد فيها المشكل. سوف نرى هذه أخرى، هذه لا يشتغل فيها شيء، يعني هذه محترقة تقريبا كاملة، هذه لا يوجد فيها أي مشكل، هذه محترق فيها يعني ليد واحد. الآن سوف أقوم بنزع المسطرات، سوف أريكم الطريقة ونرى إن شاء الله. سوف نقوم بنزع الفيشات هذا الشكل. يعني استعمل هذا الششوار الخاص بالشعر لكي اقوم بتسخين المسطره لكي اقوم بنزعها. يعني
يعني تم نزع المسطرة، سوف أقوم بنزع المسطرة الثانية نفس الطريقة. يعني تم نزع المسطرة الأخرى، يعني قمت بنزع هذه المسطرات، يعني هذه المسطرات يوجد فيها 6، 1 2 3 4 5 6، وهذه المسطرات يوجد فيها 7، 1 2 3 4 5 6 7، يعني المسطرة الوسط يوجد فيها 7 وجوج المسطرات ديال الجناب يعني فيهم 6. سوف أقوم يعني من الأحسن أن أقوم بتغيير جميع المسطرات، سوف أقوم بنزع المسطرة أيضا وأقوم بتغييرها. يعني تم نزع جميع المسطرات، سوف أقوم بتنظيف هذا المكان وأقوم بتركيب المسطرات الأخرى. سوف أقوم بتغييرها بهذه المسطرات، ولهذا قمت بتغيير جميعها. هي المسطرات يعني التي يوجد فيها 7 تكون في الوسط، 1 2 3 4 5 6 7، هذه توجد فيها 7 تكون هنا، والتي يوجد فيها 6 تكون هنا. هذا الشكل نقوم به. يكون على هذا الشكل.
سوف أقوم بتوصيل الكهرباء ونرى. ها هي الآن يعني شغالة الليدات، سوف أقوم بفصلها ونقوم بجمع سوف أضع هذا الغلاف على هذا الشب. تم وضع الغلاف الخاص بالشريج، نقوم بتوصيلها بالكهرباء ونرى. هي الآن يعني تم تشغيلها، الآن سوف نضع هذه الأوراق أو الطبقات الخاصة بالإضاءة، نقوم بإرجاعها إلى مكانها. الشكل يعني سوف أقوم بإيقاف الفيديو حتى أقوم بتجميع الشاشة لكي لا أطيل في الفيديو. يعني الآن تم تجميع التلفاز، سوف نقوم إن شاء الله بتجربها. يعني للإشارة قمت بتغيير جميع المسطرات يعني لكي تدوم طويلا. سوف أقوم بتوصيلها بالكهرباء ونرى. بسم الله، هي شغالة هنا، يعني تم إصلاح المشكل. ها هي شغالة التلفاز. يعني المشكل من الليدات، قمت بتغيير جميع الليدات لكي تدوم طويلا. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.